هذه الحادثة المفجعة ديال هذا الصباح ذهب ضحيتها 6 ديال الوفيات و 86 جريح، فيهم 7 اللي الحالة ديالهم حرجة. فأولا كنتقدم بالتعازي الحارة لعائلة الوفيات، الله يرحم الوفيات والله يصبر الأهل ديالهم والداوي ديالهم. كذلك كنتمنى الشفاء العاجل للضحايا. هذا الحادث وقع في واللي هو نادر، هذه اكثر من 20 سنه ما وقع حادث بهذا الشكل، وهذا الحادث وقع في 10:20 في القطار القادم من الدار البيضاء ومتوجه للقنيطره، وبالضبط في بوق ندل على بعد 21 كيلومتر من الرباط. اللي قمنا به الان هو الاختصاصيين ديال مكتبات السكك الحديديه منكبين باش اننا نفسروا ما حدث، وغادي ندليوكم بالتصريح في الوقيته اللي يكون عندنا المعطيات الكامله ديال تحديد ما وقع بالضبط. من جانب اخر يمكن لي الا ننوه بالوقايه المدنيه بالسلطات المحليه اللي كان التدخل ديالو جد سريع، على اساس ان كل الجرحى تم النقل ديالهم في مده وجيزه للمستشفى العسكري. من جانب اخر بطبيعه الحال حاليا السير على السكه الحديديه توقف ما بين القنيطره وسلا، وجندنا واحد المجموعه ديال الحافلات في هذا المحور قنيطره سلا على اساس تكون الاستمراريه ديال السير ديال القطارات ما بين الشمال والجنوب. وحاليا هذه الحافلات هي في عشرات الحافلات اللي تم التجنيد ديالها. اذا اللي يمكن لي نقول في هذا الحادث المؤلم باش نختم هو انني نرجع باش نقدم التعازي للعائلات المكلومه ديال 6 ديال الوفيات، وكذلك باش نتمنى الشفاء العاجل للضحايا، ولا حول ولا قوه الا بالله.